ذكرنا اسمه من حيث لا يحتسب بيوم 8 مارس بعيد المرأة. إنه الفنان الشاب يزيد، نرحب به جميعا لندردش معه قليلا حول عدد من المواضيع. تفضل شاب يزيد. شكرا 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 شكرا. اهلا بك يزيد. الله يخليك. مساء الخير. مساء الخير على الوجوه النيره. راني نشوف كاين واحد عندي بزاف ما شفتوش. سليم مشرك. لاباس صباح الحمد لله. بالضبط. سعيد جدا سعيد جدا بوجودي معكم هنا اليوم. شكرا يزيد. شكرا يزيد. نبدا معك من اخر تصريح، قلت انك ستعتزل. بالضبط. هل ستعتزل الغناء ام تعتزل 8 مارس؟ لا لا لا. على بالي بلي هاد لا بوليميك هذه بزاف ناس بالك ما فهموش. انا ما عندي حتى خلفيه على لا على الغناء لا على 8 مارس، ولكن حبيت نعتزل الغناء للكبار. صدي الغناء علاش بالك نسبق السؤال نتاعك، لماذا؟ من خلال النجاح اللي حققته حصه مع عمو يزيد، لاحظت باللي الاطفال تعلقوا بعمو يزيد وصبحوا ياخذوه كقدوه. حتى تتعلقت بهم، واظن انك نجحت اكثر في هذا المجال. والله شيء شرفني، شيء شرفني. دوك بالك نظرا للفراغ اللي كان موجود، ولا نظرا بالك للاحساس اللي بالك يبادلوني الاطفال، حسوا باللي وربما انت يعني عندك موهبه في مجال اكتشفته ممكن يعني مؤخرا. بالضبط. ساعات الانسان يكتشف نفسه في حاجه ما كان يظن انه ممكن ينجح فيها. بالضبط بالضبط. طيب يزيد، انا نعرف قلبك كبير وصدرك رحب، كيفاش تعلقنا لما تشوف صور مثل هذه اللي اكتسحت صفحات الفيسبوك؟ ثبوت رؤيه هلال عيد المراه في تيزي وزو. شاب يزيد واش نقول لهم؟ انا نقول لهم الانفوغراف اللي ياخذ الوقت هذا باش يدير هذا الماركت وكامل يعطيه الصحه. يعني لانه لازم الوقت باش يدير الماركت وكاين بزاف. يعني فريمون قال لك الطاهر ماشي انا، رئيس التحرير. شنو ماشي هو؟ ماشي هو. لا هي خلاص هو لقاها في الفيسبوك حطها. والله دائما دائما نتلقاها يعني بالضحك. يعني بالنسبه لي حكايه طريفه. يعني حتى اصدقائي يبعثوا لي عبر التواصل الاجتماعي يقولوا لي شفت هذه شفت هذه، وكاين بزاف. فانا وراني هاي الثانيه دوك تشوف الثانيه. اه احتفال بالعيد المرأة الوطني للشباب. هذه عادية يعني؟ عادية. الأخرى كانت أقوى. كانت أقوى. أقوى. أقوى أقوى. أقوى. ثبوت رؤية الهلال. والله. خلينا نبقى مع الأقوى. يزيد في تيزي وزو ما قدرتش تقيم الحفلة. أصلا ما رحتش. علاش؟ أصلا ما تنقلتش مابا من العاصمة. علاش؟ بزاف الناس حبيت نوضح بعض وكما تقول الحصه نقاط على الحروف، راح نوضع بعض النقاط على الحروف. انا ملي بديت في سنه 97 ندير تكريم للمراه الجزائريه كان بالمجان، والناس لازمها تفهم باللي خلال 20 سنه، وسليم كان موجود معنا في واحد من الحفلات هذه عبر سفاره اجنبيه اللي وقفوا معنا، على باله باللي الفكره تجي من عند يزيد. يعني حتى التنظيم انا اللي ننظمه، يعني ماشي جهه ما تتقاضاش عمري ما دراهم. بالعكس ما نتقاضاش اجر. الدخول بالمجان وبالمرات ميم جو مي لا مان على بوش، بالمرات انا نزيد من عندي، وهذا الشيء يشرفني يعني. والجمهور على باله يعني باللي 20 سنه يزيد ما يتقاضاش في 8 مارس. انا عندي تاريخين، اول جوان للطفوله و8 مارس عمري ما تقضيت فيهم سنتيم واحد. بالعكس شيء جميل نساهم فيهم. جميل. يعني ننظر للفنان، الفنان كالمواطن. يعني المواطن لازم يكون عنده تفكير تاع المواطنه ويكون عنده دور في المجتمع. اذا كان انا كفنان ما نعطيش الجمهور نتاعي، ما نعطيش رسالتين في السنه، واحده للطفوله واحده لحقوق المراه. طبيعه الحال الفنان مواقف و بالضبط بالضبط. نعم. هو شخصيه، هو شخصيه، وهو صوره، يعني صوره تعكس المجتمع. طيب يزيد، انت لما في 8 مارس القادم ما تغنيش، ما تحسش باللي يعني راح تخص حاجة مهمة جدا وأساسية في عيد المرأة، كما هلال العيد اللي ما يجيش، راح تخلينا هكذاك بلا هلال. تخلينا بلا هلال، راح يحتجوا ديجا بداو. لا بداو. على بالك كاين واحد السيدة أشاك فوا نبوبلي حاجة دائما دير جام، دائما 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 منذ سنوات. النهار اللي جي بوبلي الاعتزال قالت لي سي لا بروميير فوا جام با. دونك
مي انا حبيت الجمهور يساعدني على هذا القرار، يساعدني على هذا القرار لانه شفت بلي الطفل لما ياخذ يزيد كقدوه. صح حتى يوم واحد فقط في السنه. لا لا مش على 8 مارس، ممكن اني ندير 8 مارس للنساء واولادهم ولا خوتهم الصغار. صغار ولا، ولكن الغناء للكبار هذا قرار نهائي. علاش؟ لاني انا من الناس اللي امنوا باللي الطفل لازم يعيش مراحل طفولته. انا بالنسبه لي الطفل تاع 5 سنين 6 سنين 7 سنين حتى 10 سنين ما لازمش يسمع اغاني عامه، لازم يسمع الاغاني اللي تتماشى مع السن تاعو. خفت في يوم من الايام يكون الطفل هذاك مع والديه يشوفوا عمو يزيد في التلفزيون يغني اغاني عاطفيه للكبار، رايح تجلبه مثلا يما تقول له هو ما تعود يشوفك تغني له بالضبط، تقول لها ماما بصح هذا عمو يزيد. دونك ما حبيتش هذاك التناقض، يعني بارونيت، يعني حبيت نكون صريح، حبيت نكون. هذا قرار نهائي ولا ممكن تتراجع؟ والله قرار نهائي من يعني الاغاني للكبار قرار نهائي تام، يعني تضحيه حقيقة، هي تضحية، يعني الجمهور لازم يساعدني على القرار هذا، ولكن راح نتفرغ للأطفال وللأعمال الخيرية المواجهة للأطفال. صح يا زيد، علاش بديت حبيت تكمل لاكارير تاعك سي اون بو كونسيديري كو حبست لاكارير تاعك ميوزيكال بور ادولت؟ يعني بديت اون كارير بور انفون، جينيرالمون ان ارتيست يبدا اون كارير بور انفون ومن بعد يكمل اون كارير بور ادولت، انت درت لو شومان انفيرس. على بالي عشان تهضر هكذا سليم، لانه يعني سليم رافقني نعرفو على بالي من بكري. سليم رافقني في اول جوله درناها للطفوله المسعفه في سنه 1998 صح. من تما بديت، ولكن تما كنت في الاعمال الخيريه، ولكن ماشي الاغاني الاطفال. ومن بعد جات وين كان لازم نغني الاطفال وكامل. والله انا الشيء ما كان مقصود، يعني عمري ما حسبت الحاجه ولا قال، انا الواقع الاجتماعي هو اللي فرض عليا كفنان اني لازم نكون أرهن إشارة الجمهور. اي بي سي دي كونتكست سوسيو، دونك الجزائر في 94 ماشي الجزائر تاع 4 تاع 2004 ماشي الجزائر تاع 2014، يعني نتمشاو مع الوضع. مثلا المرأة بالك كانت محتاجة أنه يزيد يتوقف باش يدير لها تقدير في سنة 97 98 99، بالك درك راهي ماشي محتاجة يزيد كما كانت محتاجته في 97 98، ولكن نظن بلي الاطفال تاع الجزائر محتاجين يزيد، لاننا يفو فير سو كونستا كاين فراغ عظيم في مجال اما حصص الاطفال والغناء للاطفال البرامج المخصصه للاطفال. كنت راح نسالك يزيد، يعني فراغ رهيب رهيب لالا برك يزيد، هل يمكن ان نربط ما بين البيت الشعري هذا لشيخ المجدوب اللي يتكلم كثير على المراه، يقول مزيان النساء بضحكات لو كان فيها يدومه الحوت يعوم في الماء هما بلا ما يعوموا، هل هذا هو الدافع لان تعتزل؟ ثم هو يقول بيت اخر، يقول يا داخل سوق نسا يا سوق نسا سوق مطيار، يا داخل رد بالك يوروك من ربح قنطار والدرك راس مالك، رد بالك القاعه كلها بيسا. تسمح بيقول لك اسكو هذا هو السبب اللي خلاك تعتزل لا. ولا ما نقدرش. انا 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 عشت بين يعني امي وخمس خواتات وعندي بنتي وعندي، يعني انا عمري ما شفت المراه كما شافوها بعض الشعراء، ولا كما انا المراه كنت نشوفها كمبدا، نشوفها مش نشوفها كشخص، عمري ما شفتها كشخص المراه، لانك ما تقدرش تشخص حتى في المجتمع، ما تقدرش تحكم على المجتمع على حسب فئه ما، يعني هذيك الفئه مليحه ولا ماشي مليحه ولا. مثلا دوك نرجعوا للحفل تاع مدينه تيزي وزول اللي لانه حتى رئيس التحرير راه يذكرني على طول ما تنساش تيزي وزول راكم طاهر متابع جدا. خرجنا شويه الموضوع. نعم نعاودوا نرجعوا لتيزي وزو، وضح لنا واش صرا في تيزي وزو. تيزي وزو كانت رايحه تكون اخر محطه ليزيد في 8 مارس، اختارت مدينه تيزي وزو حنينا لحفلات الناجحه اللي درتها في تيزي وزو خاصه في العشريه السوداء، وحبيت على لسان المراه القبائليه نقول للمراه الجزائريه صح عيدك وكامل. ويكون عندي موعد مع المراه الجزائريه يوم 11 مارس الجمعه في هذاك العمل الخيري اللي نتكلموا عليه. ولكن يباري انا ما رحتش لتيزي وزو، يباري كو المنظمين خافوا من تجاوزات، كانوا بعض الاحتجاجات عليهم هما. يعني الشيء اللي ما قلقنيش هو انه اسمي عمره ما نذكر، يعني ما قالوا لهمش يزيد لا ولا حاجه، هما على المبدا يعني قالوا لهم كيفاش ديروا حفلات وعصر التقشف ولا حاجه هكذا ولا، بالرغم من اني كنت راح نغني باطل، وخرجت اشاعه
باللي يزيد راح يتقاضى. كاين صحيفه قالت 300 مليون وصحيفه قالت 450 مليون. انا نقول لهم راهم بعاد كل البعد على الواقع الاجتماعي الجزائري. وين 450 مليون وكفناش وكل الفنان الجزائري راه عنده مستوى عالمي. كاين فنانين اللي يتقاضوا اكثر من هذا الراتب في مواضع اخرى. انا كنت في مواضع اخرى اكثر من ذلك، لكن ماهوش عايشين في الجزائر، عايشين خارج الجزائر. يعني لا 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 في الجزائر. كنت انا حاضر منذ اعوام، كنت دير لي كونسير تاع لوراف على ليبوك فريد الفتح. بالضبط. وشفيت انه مثلا شاب يزيد وعلى ليبوك كانت مغنيين اخرين في الراي كانوا يتقاضوا اقل من 4 ملايين نظن. بالضبط. وكان شاب مامي يتقاضى المبلغ بالعمله الصعبه. بالاضعاف يعني، بالاضعاف يعني باضعاف من العمله الصعبه. هذا ماهوش سر يعني، اللي كاشيت على زارتيست الجزائريين معروفين. معروفين. ولكن بالجريده تكتب لي فنان قادر يتقاضى 300 مليون هذا مستحيل يعني. حتى انا شفيت واحد شونتور تاع الراي معروف كان يغير منك يشوفك تعمر لاصال حرشة، قال كيف سوي دير؟ بعد قلت له نو دخله باطل، قال لي مام دخله باطل ماشي هكذاك. سي كلير سي كلير، مام دخله باطل، باسكو الجزائري على بالك مام دخله باطل يجي يشوف يعاود يروح، دخله باطل باش تحكمهم من الوحده حتى السته، هما باقيين تما يشوفوا فيك عبد واحد برك سوسان، يعني هذا الشيء اللي نو المرأة الجزائرية استوعبت هذاك لوماج هذاك التقدير استوعبته ورجعت لي الخير يعني. انا نقول هكذا يعني رجعته لي الف الاضعاف لانها استوعبت هذاك التقدير وحباته. نعم. يعني حباته. نعم يزيد، اذا انت ستعتزل الغناء للكبار، ستبقى فقط مهتم بهذا العالم الصغار اللي دخلت ليه. بالضبط. واللي انا شخصيا نشوف انك نجحت فيه ربي طول الوقت ربما اكثر من الشيء اللي نجحت فيه يعني مقبل. الاعداد الارقام موجوده يعني. نعم. عندنا اكثر من 20,000 تسجيل لاطفال حابين يحضروا في الحصه. خلال شهرين فقط. كذلك لانه ما كانش برامج. ما كانش. ما كانش برامج. يعني والله انا نظن ما كانش، كاين هذا الشيء، والشيء الثاني باش الناس تعرف انه الفكره هذه جسدتها بكل حب، يعني حبيتها. ماشي قال يلا ندير والحصه هذه كامل على بالهم باللي في اول المطاف بديتها سور فون بروبر يعني من مالي الخاص يعني برودكسيون بديناها صعبه، حبينا نديروا هذه الفكره هذه. ومن بعد الحمد لله يا ربي على كل حال قناه الشروق كانت متفاهمه بزاف الوضع، واول ما تكلمت معهم وعلى ما نظن كنت حاضره معنا في الحفل تاع قناه الشروق اللي تكلمت مع المدير العام قلت له باللي عندي مشروع للاطفال. هو رحب بالفكره. رحب بالفكره مباشره يعني. نعم. مباشره وتبناها. تبناها ودرك راهي عندنا 6 شهور برك. شهر من اللي بدينا الحصه ونجاح كبير. انا نظن باللي الجزائر محتاجه لرجال اعلام وفنانين اللي عندهم رساله. حتى تشوف انه نظرا لانه ما كانش برامج خاصه بالاطفال، ما كانش مساحات تهتم بالطفل الجزائري وفضاءات، ولا الطفل الجزائري نشوفه يتكلم بالسوريه ويتكلم باللبنانيه. بالضبط. ويتكلم باللغات الاجنبيه لانه يتابع برامج تاع رسوم متحركه وبرامج تاع اطفال في قنوات اخرى. بالضبط. هو مضطر انه يتابع هذا البرامج. اكتسب اللهجه لانه الطفل الصغير يكتسب اللهجه بسرعه. هذا ربما كذلك من المفروض يحفز مثل هذه الانتاجات. نتكلموا على الجهات المعنيه يعني نبداو بالمدرسه ونجيو طالعين حتى لوزاره الثقافه حتى يعني كل واحد اللي عنده علاقه بثقافه الطفل هو مسؤول. دونك انا شفت هذا الشيء هذا وهذا الشيء اللي دفعني مثلا احنا في الحصه نتاعنا دايرين تحدي. واش هو التحدي؟ في كل حصه عندنا اغنيه جديده. اذا في هذه السنه هذه درنا 75 اغنيه جديده للطفل في الوقت اللي ما كانت كاينه حتى اغنيه. دونك درنا رصيد لاغنيه الطفل، كل وحده تتغنى بمواضيع مستوحاه من الواقع الاجتماعي الجزائري. باش نحاولوا انا كي يكلموني الناس يقولوا لي ولادي ولاو كي تجي 3 تاع العشيه على 5 يكونوا قدام التلفزيون. واحد النهار الحصه طولت بدات 5:10. شوفي الرسائل اللي تلقيتهم. واش اليوم ما كانش عمو يزيد وقتاش تبدا؟ ما بديتوش تتبع فيها. طيب مشاريعك الان تفضل. عفوا. سليم يزيد ما شفناكش بزاف اون طونك جوري تاع الحنوة شباب ولا لي زيميسيون دو تيلي كروشي. كاين يعني موضه جديده اللي هي يعني لي زيميسيون تيلي كروشي بور انفون. انا نشوفو ذا فويس كيدز اللي راه نقدروا نقولوا لقد رواج عالميا. بالضبط. وحتى لا ديتروني لي زادولت يعني حتى لي زونفون هذو اللي يغنوا. سليم لما تكون برامج في هذا الشكل نحوسوا على لجنه التحكيم كما شابي يزيد. هذا واش جوستومون عندنا برامج. علاش على حسابك؟ تبدا بالبرامج. لا هو حبيب تبدا بلجنه التحكيم بعد نحوسوا لها على برامج. لا على حسابك
نعرفوا طري بيان بلي كاين دي ستار تاع لا شونسون بداو دون دي زيميسيون كيما ليكول دي فان. وي فانيسا بارادي بدات في ليكول دي فان. اكزاكت. يعني نقدروا نديكوفريو اون ستار ولا ان طالون كيكون صغير ديزون وطلع. سي كلار. يعني سي كلار. علاش ما عندناش سو جور دو ديميسيون هنا في الجزائر؟ احنا المشكل هذا انا جو سوي ان كادر دو سبور، درت سبور ديجا، المشكل تاع لا ديتيكسيون دي طالون ميم في لو سبور. ميم في السبور. ميم في السبور مشكل. بارتو با سولمون لو سبور. سي سا. دونك في الثقافه يعني باش تروح انت باسكو راديو كروشي ولا دي زيميسيون هكذا لازم تسافر، لازم تروح، لازم وسائل كبيره ايتو. دونك مي جو بونس كو من خلال هذه الحصص، بالك هذه الحصص هذو كيما ممكن تكتشف فيها، ممكن احنا فتحنا الباب قلنا لهم اي جمعيه ولا عندها مواهب داير عيطوا لي من تيزي وزو، حبوا يبعثوا جمعيه لو بوتي ديبرو يا رحبوا. بزاف ناس يتكلم معنا حابين يجيبوا هاد الاطفال باش يبانوا. اذا كان الحصه تاعنا ترجع فضاء ولا منبر وين يبانوا فيه الاطفال يقدروا يبينوا الموهبه تاعهم، حنا هذا يكون شرف كبير لنا. وعندك يوم الجمعه غدا عندك عندنا نشاط كبير. كبير. كبير مشروع كبير تكلمنا عليه في عجاله. ارى افضل لادرس احسن، دونك مع عده شركاء ومع شروق تي في درنا يوم كامل فحوصات طبيه مجانيه من طرف اطباء عيون متطوعين للاطفال. للاطفال دونك اي واحد يقدر يجي يدير فحص طبي. نعم. من 9 تاع الصباح طيله اليوم برياض الفتح نهار الجمعه 11 مارس، والعشيه كاين عمو يزيد شو، دونك يقدروا بعد عروض يقدروا يفرحوا معنا وكامل. مليح محتاجين حنا. وراح نجهزوا 500 طفل بنظارات طبيه مجانيه. يعني 500 طفل معوز. نعم. يعني الفقراء. نعم. دونك الفحص لكامل الناس ولكن نظارات المعوزين فقط. شكرا لك يا زيد، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا سليم. شكرا. فارس مصدور. الحضور الكرام مشاهدينا، نتمنى لكم متابعة طيبة، نلتقي بكم الأسبوع المقبل بإذن الله. من اللقاء.